مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. تجهيز أماكن مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة من الشغلات اللي لازم كل حكومة تفكر فيها، مش بس إنه نحكي حكي، لا لازم ننفذ. معظم يمكن 99.9% من الشوبينج مولز اللي موجودة في كندا فيها أماكن مخصصة للمقعدين أو ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم حاجات، و 99% من المستشفيات، 99% هذه الأماكن بس إلهم بتكون أقرب ما يكون إلى الأماكن الاستفاف شو اسمه. بدي أورجيكم شغلة، الرصيف يا جماعة، هذا زي ما انت شايفين زي سلوب جاي ومن هون عالي شوية، وفي نهاية الرصيف في زي خرزات هيك، هاي عاملينها خصيصا للعميان، عشان اول ما يجي لما تكون هاي الفرزات بالعرض معناها انت قربت على مكان بنزلك. فهذا الموضوع مهم جدا، يعني احنا بنعاني في كثير من الدول، ادم بضحك قاعد، كثير من الدول العربية من هذه المشكلة اللي هي عدم وجود اماكن مخصصة او حتى أرصفة، يعني هذا أضعف الإيمان إنك تعمل بنهاية الرصيف زي دحلة كده أو نزلة صغيرة، بحيث إنه الإنسان أو الشخص المقعد اللي على كرسي يستطيع إنه يتحرك بسهولة في المدينة. وطبعاً عداك عن الباصات اللي بتنزل عشان يقدروا هدول ذوي الاحتياجات الخاصة يطلعوا فيها. بالإضافة طبعاً بدي أحكي قصة أنا، وهاي القصة هاي القصة انشهرت في مدينة أوتوا قبل عدة أعوام، إنه بالصدفة واحد كان بيصور، خليني أورجيكم بس السلوب كيف جاي فينه، جاي هيك بحيث إنه ينزل ويطلع كل رصيف وبنهايته الفرزات هاي اللي أنتوا شايفينها. زي ما أنتوا شايفين هون في فرزات وهون ما في، فآخر بلاطين بيكون فيهم فرزات. والموضوع المختصر إنه هذا الشخص وجدوه بنظف الزبالة أجلكم الله بالشوارع، فبيحاول إنه ينظف الزبالة، فصوروا واحد وسألوا ليش بتسوي هيك، قال له مش عشاني مقعد ما أقدر أساعد في المجتمع ولا أساعد غيري، أنا جالس صح على الكرسي بس منها حركة ومنها بعمل شيء خيري للمجتمع وللناس. فهذا شيء رائع جداً ممكن نتعلمه من شخص مثل هذا. أنا عملت فيديو في أحد الفيديوهات لواحد اسمه ريك، كان بتطوع، هو دي جي ومش مقعد كمان، هو عنده مرض خطير ما بيقدر يحرك غير بشفايفه وبراسه ولا إشي بجسمه، وبيشتغل دي جي وبيعمل فالنتير لأكبر الحفلات اللي بتصير في كندا. قبة عليه ذوي الاحتياجات الخاصة اللي لم توقفهم احتياجاتهم الخاصة عن العمل الخيري ومساعدة الآخرين ومساعدة أنفسهم طبعا، وقبة على المؤسسات والشركات والحكومات اللي تهتم في هذول الأشخاص. طبعا هاي بادي، do you want to have a picture? باي باي لالا. اوكي، الجو زي ما انتم شايفينه، بس حبينا نورجيكم سريعا وان شاء الله استمتعوا بهذا الفيديو، وانا رايكم في حلقات تانية. اذا شفتوا اللايك لايكوا، اذا شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايب الاحمر هذا سبسكرايبوا، ونراكم وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.